البنت اللي تحب الرسم اللي خدمه، عم بتحب تياليزي عم بروجي، حتى نحن نمشيو راب ستوكولي تقريبا ما نعرفش اذا كان مش كلكم باش تمشيو معناها شو اسمها بيداوجي ولا شو اسمها هذيك العامين اللي تقريبا بعديك تمشيو بيلوت فوالا بريبا، ما كنتش كلنا تصور باش نعملوها، معناها باش تمشيو تشوفوا لي زونيفرسيتي تاتيك اللي راهو حالة حليلة، معناها راك تدخل الفراك تقرا جوست 20% من اللي نورمالمون سوبوزي باش تقرا، باغ إكزومبل أنا نقرا انفورماتيك نورمالمون باش نقرا ديفلوبمون ويب نقرا كان 20%، اللي نعدي نقرا سيك ما نقراوش في 6 أشهر في الفراك، باش نكونوا واضحين. بالنسبة لي أنا شنو نحب نعمل؟ نحب نعمل بلاتفورم ديدوكاسيون كيما اللي موجودين تويكا في اليو إس إي. والحملة هذه صارت السنة مع عند كود أكاديمي اللي كيفاش بديت هما عندهم عملوا دراسة عملوا ريسيرش في يونايتد ستيتس لقاو اللي 90% من لي زيكول من لي زيتابليسمون اللي موجودين نتاع ليدوكاسيون في لي زونيفرسيتي نتاع اليو اس اي ما يقريوش الكود. أبار سا عملوا ريسيرش واحدة أخرى لقاو اللي 75% من لي بوست اللي باش يتخلقوا من هنا ل 2020 باش يبداو في الغي، علاش؟ على خاطر فماش عباد كابابل باش ينجمو يشدو لي بوست هذوما، اللي هما الأكثرية باش يكونوا بازي على ليكتور دو كود دو بروغراماسيون والإكخير والرياليزاسيون دي بروغرام. بي، أنا شنو نحب نعمل؟ نحب نعمل بلاتفورم، معناها كوم كوا ريكابتولاسيون للحكاية الكل، بلاتفورم ديدوكاسيون اللي باش يديفلوبيوها دي جون توانسة، واللي كور اللي باش يكونوا في وسطهم باش يعملوهم ديجا دي زانجينيور موجودين توانسة. وحتى اساتذة خاطر الوقت اللي انا لانسيت البروجي هذا في الفاك نتاعي برشا عباد قالوا لي راهو لا لازمك انت تحب دم ليدوكاسيون تحب تطيح الدور نتاع الاستاذ. لا بالعكس، حتى تويكا هي الوزاره نتاع التعليم العالي قاعده تحاول باش تغرس فينا مبدا المودل اللي ما نعرفش اذا كان سمعتوا بها ولا لا. بلاتفورم المودل تدخل معناها يجيك الكور وتعمل لي تي دي نتاعك ولي تي بي وتبعثهم للبروف نتاعك وهو يصلح لك اون ليني ومن غير ما تمشي للفاك. هذه هي حاجة، معناها أنا جوفر لانفيتاسيون أ تو الموند اللي يعرفوا البروغراماسيون والكونسيبسيون إتو، معناها مرحبا بكم. أنا بالنسبة لي أنا عندي الكونتاكت فيسبوك نلقاهم على الجروب نتاع الـ PPT والباج نتاع ليفانت. باهي، الحاجة الثانية، أنا كيفاش حاولت ندرس البروجي هذايا سبونتانيمون في الفاك نتاعي؟ أول حاجة عملتها السنة هي كرياسيون دو جروب أندرويد. كلوب اندرويد في الفاكولتي ديجا باش يبداو لي زيفينمون ان شاء الله من اول العام الجاي، دونك مرحبا بكم اذا كان تحبوا تدخلوا لي زيفينمون تاعنا التريننغ كيك سوا في البروغراماسيون اندرويد بروغراماسيون ويب بروغراماسيون سي، معناها حاجات اللي باش تستحقوهم بعديك في قرايتكم ان شاء الله. فما برشا منكم اللي حتى اللي ما يقراوش انفورماتيك ماهوش باش يتعدي انفورماتيك اون فاكولتي، فما برشا عباد اللي باش يتعديو ماتيماتيك وهي باش تقراو انفورماتيك دونك باش تستحقوهم. دونك مرحبا بكم في ليزيفينمون اللي باش نعملوهم ان شاء الله بارتير من العام الجاي. والحاجه الثالثه هي البيل اوزان اللي ان شاء الله باش نعملو انا العام الجاي زاده اورغانيزي با موا، اللي باش يكون التيم نتاعو ان شاء الله ذا امباكت اوف تكنولوجي اون اور سوسايتي. دونك اللي يحب اللي ناويين ان شاء الله كيما عبد الكريم حل بهذيك الانفيتاسيون للعباد اللي باش تعمل بيل وكما شاء اللي يحبوا يجربوا الاكسبيريونس كيف انا جيت اليوم فولونتير وكيف برشا عباد عملت لورغانيزاسيون. بالطبيعه نشكر ليكيب نتاع بيل اي بي بي تي اللي حلوا لي الباب هذا باش نجم نجي معاهم ونعاونهم. دونك اللي يحب يجرب الاكسبيريونس نتاع بيل واللي نشجعكم عليها ياسر مرحبا بكم.